بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. النهارده نفسي اول مره اقوله واول مره احضره. هم هنا ابونا والخدام والخدمات بتوع الاجتماع قالوا عايزين نتكلم عن الاحتياجات الانسانيه. فلما جيت احضر لقيت كتيب صغير، لو تحبوا ترجعوا له، بنفس العنوان ده اسمه الاحتياجات الانسانيه، بألفه واحد اسمه دكتور نبيل صبحي. ممكن نرجع عشان حد عايز يقرا اكتر يعرف اكتر في الموضوع. فده كتيب نقدر نلاقيه على البي دي اف على النت، او هو موجود في مكتبه المحبه لو حد عايز يقتني يقراه. طيب الموضوع بتاعنا هيكون كالتالي، احنا هنتكلم عن العناصر دي. واحد، ايه انواع الاحتياجات الانسانيه؟ احتياجات. ثلاثة، هنمسك احتياج من الانواع ونتكلم عنه. ماشي؟ طبعا الهدف من القصه دي ازاي نتعامل مع الاحتياجات الانسانيه بتاعتنا. اول حاجه انواع الاحتياجات. بيقول لك عن احتياجاتنا هي اربع انواع. واحد، احتياجات طبيعيه اللي هي الاحتياج للاكل، للشرب، للراحه، للنوم. بعد كده في احتياجات نفسيه ليه علاقة بان الانسان يبقى شخصيته سوية وعنده اتزان نفسي ونضج لما الاحتياجات دي مسددة. وبعد كده احتياجات اجتماعية ليه علاقة بتعامله مع مين؟ مع الناس، كان هو شخص كائن اجتماعي. وبعد كده عشان الانسان فيه روح، ودي بتختلف بقى، خدوا بالكم، يمكن يعني الحاجة اللي مشتركة بيننا مع الحيوانات هي الاحتياجات الطبيعية، لكن طبعا تميز جدا بالاحتياجات النفسية والاحتياجات الروحية. بس يمكن النفسية موجودة برضو في بعضها. يقول لك وتشوفوا كده اللي بيربي عنده حيوان ومثلا وزعلته او صاحبه حصل له حاجة، قصص كتيرة جدا لدرجة ان نفسية حتى الحيوانات بتتأثر. لكن الحاجة اللي بتميزنا عن الحيوانات هو الجزء الايه؟ الروح، اللي علاقة بالحياة الابدية، ليه علاقة بعلاقتي بربنا، ليه علاقة بالسماء، ليه علاقة بالكنيسة. ده الجزء دوت خاص ايه؟ خاص بينا. طيب مبادئ عامة في موضوع الاحتياجات. أول مبدأ، احنا طبعا ممكن نفتكر الأنواع اللي شفناها نبقى أهم احتياجات هي الاحتياجات الايه؟ الروحية. لا، احنا النهاردة جايين نقول إن كل الاحتياجات ايه؟ مهمة. لأنه ما يجيش واحد مش لاقي ياكل ويشرب والكلام ده قاله يعني في الكتاب المقدس لما جم اتنين راحوا احنا عايزين يعني ناكل وجعانين، اذهبا ايه واستدفئا، من غير ما يسددوا ايه احتياجاتهم. ما ينفعش. سيدنا المسيح لما كان بيوعظ والناس جاعت راح عمل ايه؟ اكلهم 50، قال التلاميذ اكلهم 50، وابتدى يعمل ايه؟ ده احتياج الناس تعمل ايه؟ تاكل. فان احنا ما نقدرش، عايزين نتفق اتفاق دلوقتي ان اوعى تستهين باحتياجاتك التانية اللي مش روحية، زي الاحتياجات الطبيعية والاحتياجات النفسية والاحتياجات الايه؟ الاجتماعية. دي ما بتقلش اهمية عن الاحتياجات الايه؟ الروحية. فاحنا بنتكلم عن كل الاحتياجات مهمة ومطلوب مننا تسددها واشبعها. دي نمرة واحد. اتنين، اشباع نوع من الاحتياجات يؤثر ايجابيا على بقية الاحتياجات. ندي مثال، الطفل الرضيع اللي مامته واخداه في حضنه بترضعه، هي هنا بترضعه يبقى بتسدد احتياج ايه؟ جسدي. طيب ايه رايكم؟ ما بيأثرش ايجابيا في الاحتياجات النفسيه؟ الولد بيحس بالايه؟ بالامان. اجتماعيه، بيطلع شخص يقدر يتعامل مع الناس وبيقبلهم لان هو حاسس ان هو محبوب، ويطلع مامته بعتت له رساله ان انت محبوب، فبيطلع الناس بعد كده ما يكبر يحس ان هو محبوب. طب صورته عن ربنا ايه للولد اللي اتربى في حضن امه وحاس بالامان والسلام والشبع؟ تبقى صوره صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه. فبتلاقوا دايما انك انت لما تشبع احتياج من الاحتياجات ده بيأثر ايجابيا في ايه؟ في بقيه الاحتياجات. والعكس صحيح، ان نقص اشباع نوع من الاحتياجات يؤثر سلبيا. حد حصل له حرمان نفسي يبقى ليه نفسي ياكل؟ لا. طب علاقته بالناس اللي حواليه تتوتر. طب علاقته بربنا مش عارف يصلي، مش عارف، يقول لك مش عارف اصلي، مش عارف اقرا الانجيل، مش عارف اعمل كذا. فبتلاقي الاحتياجات مربطه داخله كلها في ايه؟
في بعض. لو حاجة انت بتشبهها ايجابيا ده بتأثر على بقية الاحتياجات، رقم العكس هو النقص برضو بيأثر على بقية الاحتياجات. اربعة، مين فيهم دي لا يؤدي اشباح حاجة الى توقف الرغبة؟ انت من النوع اللي بتجاوب كتير وكده، فانت ليك اجابتين في اليوم كله، هتاخد واحدة منهم دلوقتي، بفضل لك واحدة، استعجلش تستخدم الاجابتين. اسمك ايه؟ ايه قيمة الاجابة دي؟ برافو يا كارلوس. اشباع الاحتياج مش معناه ان الاحتياج ده لا، ده الاحتياجات بتفضل ايه يا جماعه؟ مستمر. الاشباع النفسي مستمر، الاشباع الروحي مستمر. مهما الانسان عاش مع ربنا ان دلوقتي مثلا حياه حلوه وملتزم في اعترافه وملتزم في صلواته، بيقول كده خلاص ولا ده بالعكس ده بيبقى مشتاق لربنا ايه؟ اكتر، وعايز يخش في العمق في علاقته مع ربنا ايه؟ اكتر. ده بينطبق على كل الاحتياجات. فده يقول لك لما نيجي نتكلم بعد كده انه لما ننظم الاحتياجات، ما هو المحتاج كده مش هتخلص. وكده كده لما سددت الاحتياج، الاحتياج كده هيحتاج الاحتياج ممكن لما تسدده يبقى ايه؟ يطلب الايه؟ المزيد ويطلب اكتر. فلا يؤدي اشباع الحاجه الى توقف الايه؟ الرغبه في الاحتياج ده. طيب خمسه، لكل انسان نفس احتياجات الاخر. طب دي ليه ما بقولها؟ ليه بقولها دي؟ اتفضل. لا مش مهم. بصي احنا يا جماعه لما بنتناقش ونتكلم مفيش اجابه صح ولا اجابه غلط، ده رايك ووجهه نظرك في الموضوع ماشي، ونكمل بعض الاراء، فما تخافوش ان انت تقول رايك، انت فاهم الموضوع من الناحيه دي، مفيش صح ولا غلط صدقوني يا جماعه. انت ممكن اكون مثلا سؤال اجابته اللي في دماغي انت تلفتي نظري لاجابه ثانيه او وجهه نظر ثانيه في الموضوع. اسكتي. صح صح، لكل انسان نفس حاجات الانسان الاخر. فلا طب ده يخلينا ايه بقى؟ اشكرك. نشعر باحتياجات الاخرين. انا دايما مشغول بتسديد احتياجاتي، ده صح مش غلط، اللي هو في الحته بتاعت انتوا المشهد بتاع حس بيا في هو المشهد. الفكره هنا في فكره انك انت ساعات نبقى مشغولين بنفسنا بزياده وبتسديد احتياجاتنا وناسين ان الناس عندها هي كمان ايه؟ احتياجات. فمثلا في الاحتياج مثلا الاجتماعي مثلا، ان انا عايز ان انا احب واتحب. فطيب ما هو الناس برضه كلها عايزه كده، انا محتاج للتقدير مثلا والناس تقدرني، طب ما الاخرين محتاجين كده. فبقى دايما يا بخت يا بخت مربوط ان هو بقى العطاء اكثر من الايه؟ اللي في حياته مهتم بتسديد احتياجاته، ده صح مش غلط، ده اللي هنتكلم عنه. انت مش بتغلط لما انت تكون عايز تسدد وتشبع احتياجاتك، بس كمان بيراعي احتياجات الايه؟ الاخرين، وبيدش عليها او بيهملها او بيتجاهلها. فاهمين الحته ديت؟ رقم 6، يعتبر اشباع الحاجات، لا دي مكتوبه غلط، دافعا هما للسلوك. الكلمه دي غلط، مش واقعا هما للسلوك، دافعا هما للسلوك. ايه انا؟ لا انت ليكي كلمه ثانيه في طب استني بس عشان نشوف حد ثاني يتكلم، بس هشرح يعني، هقول قبل ما نقول مش انتوا فاهمينها ازاي. يعتبر اشباع الحاجات دافعا، يعني ايه دافع؟ محفز، بيزقك. انت ما بترفعش ايدك ليه؟ تسبك ايه؟ كرولس انت قلت مرتين كده كرولس. يعني ايه محفز؟ يعني ايه محفز؟ بيزقك. يعني انا كمان ايه؟ احتياج. طب انا عايز اكل، بيخليني ايه بقى؟ بدور على ايه؟ على الاكل، مكان اكل، مش كده؟ فدايما انا الاحتياج بيولد عندي حافز او بيسموه مؤثر او بيسموه دافع ان انا عايز اسدد الايه؟ الاحتياج ده. طب طبيعي وموجود عند كل الناس، موجود عند كل الناس. رقم 7، دي النقطة المهمة اللي هي اخر حاجة في المبادئ. الاحتياجات يا جماعة، عشان هي ركزوا بقى في المبادئ اللي فاتت كلها، عشان هي ما بتخلصش، عشان هي بتطلب مزيد، عشان هي بتأثر في بقية الاحتياجات، وعشان احنا كلنا عندنا نفس الاحتياجات،
وعشان الاحتياج هو دفع للسلوك، فاحنا لازم ندرك اهميه تنظيم اشباعي للاحتياجات ديت. هو انا اقدر انظم؟ انا جعان، طب في اكل فطاري، مش عارف انظم احتياجاتي ديت واقود انا نفسي، هروح اكل اكل ايه؟ فطاري. طيب انتوا بتشوفوا، اسف في التشبيه، اسف جدا، بس دي حاجه باينه جدا. الحيوانات في الشارع ممكن تمارس الجنس، مش كده؟ هو محتاج في رغبه جنسيه دلوقتي، في احتياج، في دافع يمارس الجنس. هل الانسان لانه بيعرف يعمل ايه؟ ينظم. فانت الاول لازم تدرك ان ربنا ادالك ده، ادالك الميزه دي، ادالك الامكانيه دي، هو فكره ان انت تقدر تنظم تسديد واشباع احتياجاتك. امتى وفين وازاي والكم، بايدك تعمل كنترول الحته دي. عشان كده الانسان بينظم احتياجاته، والطريقه اللي بينظم بيها دي بتبقى بالنسبه له تعود. اتعود، اديكم مثال هنتكلم عنه بعد كده. مثلا عدد ساعات النوم، بيقولوا ان عدد ساعات النوم ده احتياج. او في حد ما ينامش؟ مستحيل. ده ناس يقول لك الحقني يا ابونا، في ايه؟ ابني بقاله مش عارف كام يوم ما نامش، خد حاجه مش عارف ايه، مصيبه، ولازم يروح لدكتور ويروح مستشفى نشوف اللي حصل. ده احتياج انساني طبيعي ان الانسان يعمل ايه؟ ينام. طيب عدد ساعات النوم المناسبه لكل انسان طبيعي، بيقولوا ان الحد الادنى 6 5 والحد الاقصى 8. الحد الاقصى ايه؟ 8 ساعات. انه يظبط عدد ساعات نومه وقدر ينظم انه يبقوا 6، يبقى كده هو وفر لحياته كل يوم ساعتين يقدر يعمل فيهم حاجه. حد عنده مشكله ازاي ينتظم على قراءه الكتاب المقدس وصلاه باكر، فاقول له طب هي تعود. اول يوم هيبقى صعب، تاني يوم الصعوبه بتقل، تالت يوم الصعوبه هيجي بعد كده نفسه بيصحى نص ساعه دي بدري بايه؟ خلاص هي طريق. يا اخي اتعودت اصحى بدري، اتعودت اصحى بدري قبل ما انزل الكليه او قبل ما انزل الشغل، اصلي وافتح كتاب المقدس واقعد كمان افكر في يومي هعمل فيه ايه؟ فدي بتستني كده ببركه اليوم دوت في حياتي. هو موضوع من نوع من الايه؟ من التنظيم، مش كده؟ هو اشبع الاحتياج، لكن اشبعه بالطريقه اللي ايه؟ اللي تفيده وتساعده. عشان كده لو انت اتعلمت ان انت تشبع حاجاتك صح، انت بتساعد نفسك تبقى شخصيه اكثر نضجا. انا ما بعرفش امسك نفسي، ده الفاشلين في الدنيا، صح؟ بصوا كده عبير. بس لو انت عايز تنجح في بدايه حياتك، تنظم حياتك، تنظم وقتك، تنظم اشباع احتياجاتك ديت. وما ينفعش تقول اصل غصب عني، اصل انا ما عدتش، اصل انا لا. لو انت من النوع اللي هتقول كده، انت خد بالك مش هتعرف تنجح في حياتك. عندنا موقف في الكتاب المقدس اللي هو يوسف مع امرأة ايه؟ فوتيفار. يوسف كان عنده القدرة ان يقول لامرأة فوتيفار ايه؟ لا، مش كده؟ وان ده ما ينفعش، حاشا لي ان افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى مين؟ الى الرب. عشان كده الامر يحتاج الى التعود على التنظيم والابتعاد. ركزوا على التعبير ده، الابتعاد عن الاشباع العشوائي للاحتياجات. اوعى يبقى انت مجرد ايه؟ انا اسف في الجملة، انا اسف، بس قولوا لي صح ولا غلط. لو انا هشبع احتياجاتي بطريقة عشوائية كل ما ابقى محتاج اشبعها، انا كده مفيش فرق بيني وبين الحيوانات. لا، انت انسان، ومنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وبيميزك على الحيوان الحتة دي، الحرية والارادة والعقل. فانت متميز عن مين؟ عن الحيوان. فلو سمحت مارس انسانيتك، دي اللي بتميزك كانسان، اوعى تفقدها، اوعى تفقدها، دي اللي بتميزك عن الايه؟ عن الحيوانات. فلو سمحت عيش انسانيتك، انت مدعو لهذه الحياه، ان انت تستطيع ان تنظم واشباع احتياجاتك. عشان كده انت محتاج مثلا مثال صغير. اسال اي دكتور، ربنا يديكم الصحه بقى لما تكبروا،
هتلاقوا اللخبطه دايما الصحيه بتبقى مرتبطه بانك انت تاكل ولا انت ما تاكلش. تاكل محدش ما بياكلش بيعيا صح، الا طبعا اللي هو يعني بيأذي نفسه بعد ومشكله فما اكلش فتعب، دي قصص استثنائيه. بس الطبيعي ربنا يديكم الصحه بقى لما توصلوا للسن بتاعي كده ونكبر كده، انت عندك ايه؟ كوليسترول اكل، عندك ضغط اكل، عندك سكر اكل، عندك مش عارف ايه اكل. الله، وكل ده يتعالج ازاي؟ اسال اي دكتور، اي دكتور يقول لك عايز تظبط الكلام ده كله، نظم اكلك، نظم مواعيد اكلك، نظم كميات اكلك، نظم انواع اكلك، وكل الحاجة الصحية دي. الله، يعني الموضوع في مين؟ في ايدي. وتلاقي في اتنين بني ادمين، واحد فعلا ملتزم بالقصة دي، واحد يقول لك بص بقى بيقولها غلط خد بالك، ويقول صح غلط، يا عم سيبها على الله كده، سيبها على الله. دي بقى اللي هي الاسبوع ده اللي هو ايه؟ لا تجرب الرب اله. يعني واحد عنده مرض والمرض ده بيمنعه من اكلات معينه وهو ياكل الاكلات دي، ده سيبها على الله؟ ده لا تجرب الرب ايه؟ يتقال له لا تجرب الرب ايه؟ اله. ايه اللي هيحصل؟ تفتكروا واحد اللي قال سيبها على الله ده وهياكل ويغبط في الاكل، ايه رايكم؟ هيعيا ولا مش هيعيا؟ هيعيا، لانه ده قانون ربنا حطه مش عشان حاجه. انت ربنا هيتدخل لما المرور يحتاج، مش اي حد هيقول له يا رب اتدخل، هيتدخل لاي حاجه لاي سبب. انت مش محافظ على نفسك. يبقى الخلاصه من القصه دي ان انت تستطيع ان تنظم اشباع احتياجاتك بالكم وبالوقت والحاجه اللي تناسبك اللي تساعدك في انك انت تنجح في ايه؟ في حياتك. تعال نخش في العمق اكتر. عندنا نبدا بالاحتياجات الطبيعيه. هنتكلم بقى عن الاحتياجات ايه؟ احتياج ايه؟ احتياج، ماشي؟ الاحتياج الطبيعيه اللي هي التعريف بتاعها هي الاحتياجات الجسميه اللي لازم يشبعها لدى الانسان لكي يستطيع ان يستمر في البقاء على الايه؟ على الحياه. احنا عندنا ايه نماذج ليها؟ الاحتياج الى الغذاء والطعام، الاحتياج الى النوم، الاحتياج الى الراحه. طيب الاحتياجات دي نقدر من خلال المبادئ ننظمها ولا ما ننظمهاش؟ نقدر وما نقدرش؟ نقدر، مش كده؟ عشان كده المبدأ اللي عايزك تحطه واحنا بنتكلم في الموضوع دوت التوازن. التوازن، خد اي حاجة من التلاتة، شاور على اي حاجة، ناخدهم من التلاتة واحدة واحدة. الاكل، التوازن يعني ايه؟ ولا افراط في الاكل لدرجة تيجي لك سمنة وامراض، ولا ما تاكلش. ايه يا ابني انت عمالك عامل كده ليه؟ في ناس ما بتاكلش لدرجه ان هم يعني في ناس بيزودوها، مثلا بنت او ولد عايز يحافظ على ده، مش غلط يعني، بس لدرجه ان ما ياكلش خالص. فايه اللي بيحصل للبني ادم ده؟ بيجيله انيميا ويتعب ومش مركز ومش عارف ينجز. فافعلوا هذه ولا تتركوا ايه؟ تلك الطريق الوسطى خلصت كثيرين. وخد بقى مثلا الحاجه الى النوم، ولا تنام عدد ساعات اقل فتصحى تاني يوم مش مركز وعندك استرس، ولا في نفس الوقت سايب نفسك. ايه مشكله ان انا انام زياده عن 8 ساعات؟ بيحصل ايه غالبا؟ كسل ومش قادر اقوم ومش الله، ده انا نمت كتير. فاكر ان انا نمت كتير دي حاجه كويسه؟ بالعكس، انت لما نمت كتير ايه اللي حصل لجسمك؟ جسمك تقيل وبقيت مكسل مش قادر تقوم من النوم وعايز تنام تاني. يعني تخيل تبقى قايم من النوم متاخر، جرب كده تصحى بدري نشيط وتصلي وتقرا في الانجيل وتنزل من كليتك، ولا تصحى متاخر تبقى عايز تعمل ايه؟ تنام تاني. فيبقى التوازن كلمه السر هنا في اشباع الاحتياجات الايه؟ التوازن. الحاجه الى الراحه، لازم تريح بس الواحد مقضيها راحه. عارفين انا عندي ولادي كده بتعمل ايه يا كلارا يا كلارا؟ هم يا عم بنريح يا بابا، هم طول الوقت مريحين، طب هنذاكر ايه؟ مش مشكله فاهم، لكن المشكله ده هيريح. طبعا الواحد لو ما خدش راحه، ايه رايكم؟ خدوا بالكم الراحه دي امر كتابي صح ولا لا؟ جبته منين انا امر كتابي؟ استراح في اليوم السابع. هو على فكره استراح مش هو محتاج يستريح، هو الراحه بتاعت ربنا هنا هو راحه اكمال العمل، لكن هو عايز يعلمنا ان في يوم في الاسبوع يبقى يوم ايه؟ راحه. واليوم ده بقى تقعد فيه مع نفسك، تقعد فيه مع ربنا، تراجع حياتك، ترتاح جسمانيا، ترتاح من الضغوط، ترتاح من كذا. عشان كده ان انت تاخد يوم اجازه مهم، ان انت تاخد اسبوع في السنه اجازه مهم، ان انت لما الدنيا تاخدكم بعد كده تكبروا لازم تاخد اجازه ولازم تريح، ده شيء مهم جدا. بس اتفقنا الايه؟ التوازن، ولا مقضيها اجازات وراحه، ولا ان مفيش اجازات وايه؟ وراحه. دوت الاحتياجات الايه؟ الطبيعيه. طيب
تاني احتياج اسمه الاحتياجات النفسية. ايه الاحتياجات النفسية دي؟ هي تلك الاحتياجات التي تشبع نفس الانسان فتعمل نوع من الايه؟ اتزان النفسي. بصوا يا جماعة، هو ايه الانحراف بتاع النفس؟ يا اما متكبرة متغطرسة متعجرفة، يا اما عندها احساس بالايه؟ بالدونية وصغر النفس. وتلاقي من الاخر كده يا شباب، اطلب من ربنا ان يديك دي ويديك دي، ان انت تبقى متصالح مع نفسك. يقول لك فلان ده متصالح مع نفسه. يعني ايه متصالح مع نفسه؟ ولا كلمة صغيرة تخليه يتقمص ويزعل ويتنكد، ولا كلمة تخليه يطلع ويطير. انسان متوازن، عارف ايجابياته وسلبياته، عارف مميزاته وعيوبه، عارف انه انسان، ولا هو احسن من حد ولا هو اقل من حد. ده الانسان اللي شايف نفسه صح، ولا هو احسن من حد ولا هو ايه؟ اقل من حد. الانسان اللي بيشبع احتياجاته النفسية ده بيحصل له توازن نفسي. الاشباع المنظم للاحتياجات النفسية بيعمل يخلق في الانسان شخصية ايه؟ سوية متزنة مرنة. طيب ايه الاحتياجات النفسية اللي انا محتاجها؟ واحد، الاحتياج الى الشعور بالامن والامان. في الاحتياجات الطبيعية انا محتاج اكل. طب انا اكلت النهاردة، طب بكرة؟ لو انا ما عنديش اللي يعني تخيلوا كده، حد شغال بس مش مستقر في شغله، يبقى انسان عايز يشعر بالايه؟ بالامان، ان انا بشتغل شغلانه مستقره، ان انا قاعد في مكان امن. ده احتياج نفسي. ان الاحتياجات الطبيعيه اللي مسدد، انا احتاج للراحه، انا بعرف انام تحت سقف بيت دلوقتي. لو انا ساكن في بيت قايل للسقوط يحصل لي اضطراب، يحصل لي قلق، انا محتاج اشعر بالايه؟ بالامان. الشعور بالامان هو ان انا احتياجاتي انا قادر اسددها النهارده، وهقدر بنعمه ربنا اسددها ايه؟ اسددها. ده احتياج اسمه الاحتياج للايه؟ للامان. التاني، نحتاج الى احترام النفس. هنا بنقصد الاخرين. انا محتاج الناس تعمل ايه؟ خدوا بالكم، مش انا بس. فهمتوا حاجه؟ لما احنا بنتنمر على الاخرين احنا بنكسر احتياج عند الاخر. لما نمسك حد نتريق عليه احنا بنكسر احتياج انساني عند الاخر، اللي هو ان انا ابقى شخص لدي احترام لدى الايه؟ الاخرين. فده احتياج لينا كلنا. افتكر ان الاحتياج ده مش انت بس، انت محتاج الناس تحترمك. وعلى فكره ده احتياج. ايه يا عم انت مزودها ليه؟ لا انا زودها، لازم تعاملني باحترام. لما يجي حد ايه في ايه هنا بقى، لما في الموضوع اللي فات الحدود، ان انت تواجه الشخص، انت بتتريق عليا، طب ايه يا عم فيها ايه ده احنا بنهزر؟ لا انا عايز انتك تحترمني وانا احترمك. انت ترضى ان انا اقول لك كده؟ اقول لك اه، اقول له خلاص ده انت ترضى، انا ما ارضاش. فاهمين الفكره؟ لازم تقول للناس، وده احتياج انساني، وما ينفعش نقعد نهزق في بعض ولا حتى بهزار. والموضوع يكبر بقى عندي وابقى في مكان ذو مسؤوليه في موقع، وماسك اللي تحت مني وعمال اعمل ايه؟ اهزق فيهم وازعق لهم واهينهم. تعال هنا انت بتعمل ايه؟ الناس دي عندهم احتياج انساني اسمه الايه؟ الاحترام. طب ما غلطوا، اعمل اللي انت عايزه بدون ما انت تعمل ايه؟ اخصم منهم، اعمل له عقاب وسلام، من غير ما تجرح ايه؟ مشاعرهم او تهينهم. لان كل الناس مولودين عندهم احتياج للايه؟ الاحترام. حد رفع ايده ورا؟ اسمك ايه؟ ميلاد. ده غلط، ده من حقهم. لا انا مش بطلب الخناق، انا بطلب، بص خد بالك، حتى يقول لي ابونا هو احنا لاقيين شغل عشان احنا ممكن ان انا اقول لحد اكبر مني انا عايزك تعملني باحترام، هيقول لي امشي. بص ده مش بس، لو انا مكان بيتم اهانتي فيه، لا انا لازم ادور على مكان تاني. ده رأيي الشخصي، ممكن ابقى غلط. لازم الانسان يحافظ على كرامته واحترامه لنفسه. انا في مكان الكبير ده عمال يشتم ويقل ادبه ويهين، لا اسمحش كده. ما هو ما انا بقولك تقعد في البيت، بقولك في البيت، بقولك دور على مكان تاني تجد فيه ايه؟ احترامك لنفسك والناس اللي فيه بيحترموك. ماشي. النقطة الثانية مرتبطة باللي فاتت، حاجة للحصول على الاحترام والايه؟ والتقدير.
أربعة الحاجة إلى الثقة بالنفس، هتلاقوا كله مرتبط ببعض. خمسة الحاجة إلى الإنجاز. أنا محتاج إن أنا أنجح، محتاج إن أنا أنجز. على فكرة بيقولوا الإنسان الطبيعي هو اللي عنده قدرة على الحب والقدرة على العمل. الإنسان السوي هو اللي قادر يحب وقادر يعمل إيه؟ يشتغل، ينجز، ينجح، يمسك حاجة ويعملها. يوأنا اتفضلي. ودي حاجة كويسة نشجعكم كلنا ان انتوا تعملوها. ودي فايدة ان انت تصحى، في ناس بيعملوا كده الصبح بدري، في ناس بيعملوا ده الليلة اللي قبلها. طبعا يعني مرة ازاي تنظم وقتك. طبعا هو الناجح اللي مش بينظم وقته يوم بيوم. بالظبط. انا عندي فيجن لحياتي وانا عايز اوصل لها في الاخر، فالفتره دي من حياتي انا عايز اعمل كده. فكل يوم بيسلمني، ما ينفعش يوم بيوم، يا بيقولوا اقل وحده تنظيم وقت لازم تكون اسبوع، عشان في الاسبوع ده حياتك الروحيه وحياتك الدراسيه وحياتك العمليه وحياتك الاسريه، ما ينفعش يوم هتعمل فيه كل حاجه. فوحده كده اسبوع دي اقل وحده عشان تحط فيها الرؤيه بتاعتك عشان تنجز في حياتك. طيب الحاجه الى الترويح، هتلاقوا الراحه. الراحه دي يا جماعه احتياج ايه؟ احنا قلناه في الاول، طبيعي. في نفس النفس محتاجه نفسها ترتاح من الضغوط، من الايه؟ من القلق. ركزوا معايا في الاحتياجات ديت. جه عالم بعد كده اسمه مازلو، حط هرم مازلو، حط ضم الاحتياجات اللي انا قلتها دي كلها في هرم واحد. عايز عشان ده احتياج نفسي، حط على راس الاحتياج النفسي هو الاحتياج الى تحقيق الذات. ايه تحقيق الذات؟ انت تبقى راضي. يعني اقصى الاشباع النفسي ان انت تبقى حاطط راسك على المخدة بالليل، اشكرك يا رب على انا غلطت في كذا، بس اشكرك يا رب ان انت ساعدتني عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت راضي على نفسك بايجابياتك وسلبياتك، وعارف تحط راسك على المخدة، تطلب ان الاخرين ينظروا نظرة تقدير واحترام ليك. انت لما بتبص لنفسك بتنظر نظرة تقدير وايه؟ واحترام. مفيش حاجة بتعملها في النور او في الظلمة مكسوف منها. مفيش حاجة بتعملها في النور او الظلمة مكسوف منها، بالعكس. حتى لما بغلط بتقول لنفسك لا تشمتي بي عدوتي لاني انسحت. فالتوبة بتخليك ترضى عن ايه؟ على نفسك. خدوا بالكم، رضا عن نفسنا مش بالغرور والكبرياء، لان طبعا التوازن هنا بقى اللي احنا في الحته النفسيه بين كبرياء وبين صغر نفس. فالتوازن هنا ان يكون عندي نفسي، ده اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نوصل له في الجزء النفسي. طيب بعد كده عندنا الجزء الاجتماعي. ايه الجزء الاجتماعي ده؟ الاحتياج الاجتماعي هو نوع الاحتياجات اللي بيرتبط بوجودي مع الناس، لان الانسان اصلا اجتماعي. فما ينفعش نشبع احتياجاتنا الاجتماعية دي ايه الا ايه يا جماعة؟ في وسط الناس. هتقولي طب الرهبان بيعملوا ايه؟ هقول لك، اولا انت مش راهب وانت مش راهبة. الرهبانة دي دعوة خاصة ولا عامة؟ خاصة. طب حتى الرهبان اللي يخشوا الدير جديد ما بيسمح لهمش بان يعيشوا حياة وحدة، رهبانتهم. طب الفترة الأولى في رهبانتهم الرهبان بيعيشوا حياة إيه؟ شركة مع بعض في الدير، مجمع واحد بيتوزع عليهم الشغل، بيكملوا بعض ويصلوا مع بعض. طب ماشي أهو. طب اللي بيتوحد ده يا أبونا، اللي بيتوحد ده نموذج بتاعهم الأنبا بولا. لما قال له الأنبا أنطونيوس، كان الأنبا بولا بيعمل إيه؟ المتوحد ده لما جه بيتحول مع الأنبا. الحوار اللي بين أنبا بولا وأنبا أنطونيوس دار عن إيه؟ لما الأنبا أنطونيوس زار الأنبا بولا كيرلس، بس دي التانية ضاعت منك الفرصة. قول يا كيرلس، قول. هو كان سأله عن النيل. اشكرك يا كيرلس. ايه ده قاعد متوحد عمال يعمل ايه؟ بيصلي للكنيسة، بيصلي لمصر، بيصلي للناس الغلابة.
اصل ميه النيل دي هي اللي بتخلي الناس تاكل وتعيش. طب بقى اثناسيوس عمل ايه في البدعه بتاعت اريوس؟ طب الكنيسه عامله ايه؟ الله، يعني انت اصلا قاعد ومشغول بمين؟ بالناس، وبتصلي من ايه؟ من اجله. عشان الانسان يا جماعه كائن ايه؟ اجتماعي. فلو سمحت اوعى تعزل نفسك، اوعى تقول انا عايز لا، انت محتاج لايه؟ بص معايا، اول حاجه محتاج تنتمي، وده يفصل لك في ناس تشجع الاهلي وناس عظماء زي بيشجعوا الزمالك، لان انت محتاج في حد زملكاوي هنا؟ سنظل اوفياء يا شباب. انت محتاج تنتمي لحاجه، مش كده؟ تنتمي لكنيسه، تنتمي. انا ليه؟ انا اب اعترافي ابونا جرجس، انا كنيسه العدل الزيتون، انا بشجع نادي كذا. وتلاقوا بقى انا بقى المطرب المفضل بتاعي يا فلان، اللون ايه ده؟ القصه ده احتياج انساني، محتاج انسان انت تعمل ايه؟ تنتمي لحاجه. انت مش لوحدي، بشجعوا الزمالك هم قله اه بس موجودين لسه يعني. فانت دايما بتبقى الانتماء ده بيخليك ان انت جزء من ايه؟ من جماعه، من مجموعه. ده احتياج الانتماء لبلد، لفريق، لشله، لنادي، لمطرب. الحاجه الاعتماد على الاخرين والاعتماد على النفس بالتبادل. عايز اشرحها دي، خدوا بالكم من القصه دي يا جماعه. انا ما ينفعش اعيش لوحدي، ما ينفعش ابقى عايش معتمد لنفسي فقط. انا في حاجات انا مش هعرف اعملها ومحتاج الناس تعمل ايه؟ تساعدني. في نفس الوقت كياني وتحقيق ذاتي متوقف ان انا اكون ليا فايده للي حواليا، بفيدهم بساعدهم. فالانسان الطبيعي بيعطي وياخذ. مش طبيعي ان انت تفضل تدي وما تاخدش، ده مش طبيعي. وانتهى الانانيه ان انت تاخد وما تديش. طب الانسان الطبيعي بيعرف ياخد ويدي، ده هو الانسان السوي. فتلاقي اصدقاء في شيل واحد في الشله دي سوي، بيعرف يساعد الناس لما يكون معاه وياخد لما يبقى محتاج، او يعني محتاج حد يساعدني في كده، فهو شخص عادي سوي. وتلاقي واحد طول الوقت عمال ياخد وعمره ما يدي، ده اناني. في واحد عايش دور غلط، يا اما شايف انه اكبر من انه يطلب من الناس احتياج، وده خطر. مش انا اللي اطلب من حد مساعده ليه يعني؟ او مكسوف صعب بصغر نفسه ده ايه، مش عايز احسس الناس ان انا تقيل ايه يعني. ولا ده صح ولا ده صح. الصح ان انت انسان سوي طبيعي، الحاجه اللي انت بتعرف تعملها بتساعد الناس فيها، والحاجه اللي انت محتاج حد يساعدك فيها بتطلب الايه؟ تقعد مع نفسك تشوف حياتك ماشي صح ولا مش ده مش طبيعي. وفي الوقت المفروض مع نفسك التلفزيون يقولوا ايه الخبراء الاستراتيجيين بتوعنا، عشان دايما في مؤامره عالميه مش عارف ليه. العالم كله الان حط ايده على قلبه
من مصر تبقى دوله متقدمه. ايه يا ما الناس كلها بتتقدم، احنا ما بنتقدمش عشان احنا متخلفين، مش عشان اي حاجه، العالم كله مش دعوه ولا في اي مؤامره ولا اي حاجه، فاهم الفكره؟ بس انت دايما ايه حلاوه المؤامره دي؟ لما تكون اللي بره مش عايز يبقى المشكله فينا ولا في البره؟ في البره. فانت مش عايز تتحمل ايه؟ ساعات اقول لك الناس ليه الناس ما بتحبكش ليه؟ الناس كلها ضد ليك، الناس كلها تبقى ضد. طبعا انتوا عارفين ان التطلف بتاع القصه دي مرض ايه؟ مرض نفسي. يعني في ناس بتوصل القصه دي ان بقى ده محتاج يروح طبيب غصب عنه، ده بقى المرض هنا بقى غصب عنه، انه وصل لمرحله. لكن لو انت شخص طبيعي وسوي، اوعى تقول كده. ليه؟ ليه الناس مش تحبك ليه؟ انت لو حبيت الناس، الناس هت ايه؟ هتحب. ابدا انت، ابدا بالحب وابدا بالعطاء وابدا بمعامله كويسه وابدا بالاحترام وابدا بالتقدير. هتلاقي ايه؟ لان كل بالك القاعده، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا ايه؟ ايضا بهم. طيب خمسه، الحاجه الى الحصول على القبول من الاخرين، ده احتياج انسان، ده احتياج انسان. لو سمحت زي ما الاحتياج ده عندك عند الاخرين، فمن فضلكم اصعب حاجه ان انت تشعر حد انه اكس، انه مرفوض. اوعى تحسس حد انه كده، على قد ما تقدروا. الايه بتقول اقبلوا، دي ايه على فكره في الكتاب، اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح، دي ايه في الكتاب. العالم اللي بينادي بقبول الاخر، دي ايه موجوده في الكتاب المقدس من القرن الاول الميلادي. اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم مين؟ يعني المسيح مش قبلنا بضعفاتنا، اقبل انت كمان الايه؟ الاخرين. احنا فاضلنا الاحتياجات الروحيه. الاحتياجات الروحيه ترتبط بكيان الانسان الروحي طبعا. ليه؟ لان الانسان مخلوق مرتبط بالسماء غير الحيوانات، لان احنا اتنفخ فينا نسمه ايه؟ حياه. الانسان سوف يعود الى السماء، هناك علاقه بين الحياه على الارض والحياه في السماء. الحياه اللي انا بعيشها في الارض هنا دي هي اللي هتاثر على مكاني بعد كده في الايه؟ في السماء. طب انا محتاج ايه في الحياه الروحيه؟ انا محتاج ان ابقى ليا شبع بالله. ودي اللي قالها القديس اغسطينوس. قال له ايه؟ قال له بص يا رب، انت الذي خلقت نفوسنا ولن ترتاح نفوسنا الا فيك. شيل نفوسنا بقى وحطوا ارواحنا. لا طبعا حته النفس والروح دي ساعات يعني بنتكلم عن نفسنا، نقصد الروح، نتكلم عن النفس. الروح دي ربنا اللي خلقها مش كده؟ مش هترتاح غير مع مين؟ فتلاقي دايما الانسان اللي بعيد عن ربنا مش مرتاح، مش متظبط، مش مبسوط، مش فرحان. فاحنا محتاجين نشبع بربنا، ده احتياج انساني. اتنين، محتاجين الى الوجود في بيت الله، في الكنيسة. محتاجين يبقى ليا كنيسة اصلي فيها واتناول فيها واحيا حياة شركة فيها. انا محتاج للانتماء والارتباط بشعب ربنا، مش كنيسة كما كان بس، بناس الكنيسة ديت. انا محتاج الى قادة روحيين زي اباء الكهنة والقدام واللي بيخدموني. بحتاج منهم ايه؟ بحتاج منهم الحاجات ديت، ان يكونوا قدوة ليا، اتلمذ على ايديهم، يساعدوني في ان يكون عندي استنارة وافراز. انا كمان محتاج ان يكون عندي ايمان، ايمان بالحاجات دي. تلاقوا دايما ان ما عندهمش ايمان عندهم مشكلة. كتير من الملحدين ماتوا منتحرين لان في نقص. هو محتاج احنا يا جماعة بنتولد بالفطرة بنؤمن بالله، لان الله موجود والله خالق. فانا محتاج يكون عندي ايمان بالله الواحد مثلث الاقانيم. انا محتاج ان يكون عندي مؤمن ان الله قادر على كل شيء. لو انا مش مؤمن، مش مؤمن باللاهوت، مش مؤمن ان في سماء، يبقى ليهم حق بقى لما قال لك ايه؟ ناكل ونشرب لان غدا ايه؟ ما الحياه خلاص تبقى عبثيه. لو ما عنديش ايمان بقانون الايمان بيقول في اخره وننتظر قيامه الاموات وحته، لو انا ما عنديش الايمان ده الحياه بقى شكلها ايه؟ عبثيه مش كده؟ لكن الايمان ده بيأثر دلوقتي ويحصل على سلوكياتي ويأثر على تصرفاتي، لان عيني على الايه؟ على السماء. انا خلصت ومستعد في الخمس دقايق ديت ان احنا نسمع كما سيرى. بس في سلايد اخير، كلما اشبعنا احتياجاتنا الروحيه كلما شعرنا بالاحتياج اكتر، صح؟ كما تشتاق لايه؟ الاحتياج الروحي ده يا جماعه في حاجه غريبه قوي، لما تقرب من ربنا تحس ان انت عايز اكتر، عايز اكتر. طبعا ربنا غير، فيقول لك نتغير الى تلك الصوره عينها، صوره عينها. طب التغير ده هيفضل طول العمر، لان انا ده الصوره اللي انا عايز اوصلها دي غير ايه؟ غير محدوده. اثنين، لا يتعارض اشباع الاحتياجات الروحيه مع اشباع الاحتياجات الاخرى، ولا بيتعارض؟ الاشباع السليم، الاشباع المنظم لا يتعارض ابدا مع. فانت عشان كده يا جماعه اي كلام متطرف ضد اشباع الاحتياج ده كلام متطرف. بالعكس اقول لكم حاجه كتابيه، في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الثاني
اخر ايه في الاصحاح ده، ايه 52، بيتكلم عن الطفل يسوع. والقمة عند الله والناس، لانه انسان عادي كان بيشبع كل ايه؟ احتياجاته، مش كده؟ بطريقه صحيحه. يعني هو ربنا يسوع المسيح الذي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها. رقم ثلاثه واخر حاجه، بصوا بالحته الاحتياجات الاخرى يمكن شبع الاحتياج الروحي ان يعوضه. تعالوا نتناقش في النقطه دي لانها صعبه شويه. فاكرين الآية بتقول إن نسيت الأم رضعها؟ بس خدي بالك، خد بالك، ساعات تحس إن أنت مالكش غير مين؟ ربنا. الوقت ده ارمي نفسك في حضن ربنا، هتحس بالأمان والشبع وارجع تاني للعالم. بس اوعى في وقت من الأوقات تحس أنت شبعك الروحي ممكن يديك إيه؟ قوة عشان تقدر بقيه الاحتياجات، مش هتتجاهلها. بس عايز اطمنك ان انت لما تكون، يقول لك ايه؟ بص اغسطينوس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، الجمله ليه جمله ثانيه رائعه اغسطينوس بيقول فيها ايه؟ جلست فوق قمه العالم عندما صرت لا اشتهي شيئا، ما فيش رغبه عندي ملحه لا اخاف شيئا. انا خلاص مع ربنا يا رب، اللي هو قالها داوود معك ولا اريد شيئا. خد بالك اللي بيقول الكلام ده بعد كده ما بيسددوش احتياجاتهم؟ لا بيسددوها، بس بعد كده بيسددوها هم ايه؟ شبعانين مش محرومين. فاهمين الفكره؟ لان الله بيملى كياني، صح؟ راسي مرفوعه الاحتياج الجسدي النفسي الاجتماعي. ف في تزيد احتياجاتي ممكن الاقي التزيد ده من مين؟ من ربنا. فربنا بيعوضني عن انا محتاج، بس انا بجد احتياجي ده في مين؟ عشان كده قال تعالوا الي يا جميع متعبين والثقيل نفسي. انا تعبان النهارده، عندي مشاكل اجتماعيه كبيره جدا في اسرتي، او اروح رامي نفسي في مين؟ في حضن ربنا. طب انا رامي في حضن ربنا عشان ايه؟ عشان ربنا اول حاجه يديني سلام، وبعد كده يديني استناره، وبعد كده اخرج من حضن ربنا اعرف اواجه مشاكلي واحلها. انت عندك اعتراض، اولا من حقك ان انت تعترضي. يا جماعه احنا في مجتمع ديمقراطي، من حقك ان انت تعترض على انا بقوله، بس انا الكلام اللي انا ماشي ماشي. اتفضلي. يا اسفه، يعني هو واحد دلوقتي جعان، ازاي هروح اقول له معلش روح صلي علشان حضن ربنا تشبع؟ مش انا اللي هقول له. اشكرك، انت اسمك ايه؟ برافو مارينا، بتتكلم صح جدا، بس مش ده اللي انا بقوله. مش انت الخادم؟ الخادم لما يلاقي حد جعان يعمل ايه؟ يساعده في انه ياكل. انا اللي جعان اروح لمين؟ يا رب انا محتاجك تساعدني عشان اسدد احتياجي ده. لكن لو انت الخادمه، لا ما تقولوش له اذهبي واستدفئي، لا طبعا. ازاي اساعده ان يسدد ايه؟ احتياجه. لان انت صوره ربنا بالنسبه له اللي هو راح له عشان يسدد احتياجه. لكن انا مش الخادم، انا يعني انا اللي محتاج بقى. الخادم هو اللي محتاج. طب المخدوم بيروح للخادم، الخادم هيروح لمين؟ لربنا. هيروح لابونا، بس انا ابونا هروح لمين؟ في الاخر هنروح لربنا. طب انا محتاج وابونا مش موجود دلوقتي. او على فكره عايز اقول لكم حاجه، كتير من الاحتياجات احنا كاباء كهنه بنقف عاجزين عن تسديدها، ولا احنا عندنا مفاتيح تحل كل المشاكل؟ لا. فبنقول للشخص، بنقول له ايه بجد؟ بنقولها له مش تخدير. طب نحط الموضوع قدام ربنا، وربنا على الاقل هيدينا سلام وهدوء ويساعدنا في ان احنا نجد ايه حل لتسديد هذا الايه الاحتياج. هنا ابونا مش بيقدرنا، لا ابونا بيساعدنا فعلا علشان نقدر نواجه المشكله. هنقدر نواجه المشكله بايه؟ بقوه ربنا، بنعمه ربنا. عشان كده ملقينا كل همكم عليه، وهو بيقول لكل واحد فيكم النهارده لا اهملك ولا اتركك. وبولس يرد عليه يقول له استطيع كل شيء في المسيح. على فكره بخصوص بقى استطيع كل شيء، نختم بدي، هنختم بدي، لان في النص ده في كل اللي انا، كويس ان انت سالتي السؤال بتاعك ده، عشان النص اللي انا هقوله ده في كل الكلام اللي قلته دلوقتي.
في فيليبي الاصحاح الرابع، لو حد عايز يطلع في الموبايل فيليبي الاصحاح الرابع اي 11 هقراها لكم يا جماعه. وبصوا الكلام ده له علاقه باللي انا قلته النهارده ولا لا؟ بولس الرسول بيقول كده: ليس اني اقول من جهه احتياج، فاني قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. بالنسبه لاحتياجاتي انا تعلمت ان اكون ايه؟ مكتفي بما انا فيه، اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استفضل. يعني ايه اتضع واستفضل؟ يعني لما اكون محتاج ولما اكون معايا زياده في كل شيء وفي جميع الاشياء. عملت ايه يا بولس؟ قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقل. يعني في اكل هعرف اتعامل، الاكل قليل ناقص هعرف اتعامل، في ناس بتسدد احتياجاتي النفسيه هعرف اتعامل، في ناس مش بس خد بالك هو عمل ايه بولس الرسول عشان يوصل للمرحله دي؟ اتدرب 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 ينظم ازاي اشباع احتياجاته، اتدرب ازاي ينظم اشباع احتياجاته. وبعد كده يقول قد تدربت ان اشبع ان اجوع. وايه 13 بقى؟ ازاي عملت كده يا بولس؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ماشي؟ ولله كل مجد وكرامه. من بشكر ربنا جرجس على استضافته النهارده. تعلمنا. نشكر ربنا الذي انار عيوننا واسمعنا وقلوبنا بكلام ابونا الجميل.